السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، صبحكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا اليوم. أجواءنا لاحظنا انكسار في درجات الحرارة، كذلك متوقع أن تتفاوت درجات الحرارة الصغرى في هذا اليوم ما بين 26 درجة مئوية إلى 31 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد. الأجواء الحالية في مدينة الكويت وضواحيها، السماء صافية بشكل عام، استمرار في الرياح المتقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 4 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية في مدينة الكويت 36 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 18%، الرؤية الأفقية جيدة تتجاوز 10 كيلو. متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى في الساعات القليلة القادمة متفاوتة ما بين 27 درجة مئوية في المناطق الغربية من دولة الكويت، مناطق شمالية في مزار العبدري 31 درجة مئوية، مناطق ساحلية والجزر الكويتية متفاوتة درجات الحرارة الصغرى متوقعة ما بين 28 في فيل شورب وبوبيان إلى 35 درجة مئوية في مدينة الكويت. استمرار في الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. من بعد منتصف نهار يوم الغد ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة قد تصل إلى 46 درجة مئوية في مدينة الجهرة وضواحيها، كذلك شمال البلاد في مزار العبدلي 46 درجة مئوية. أما بالنسبة للمناطق الغربية في منطقتي شقاية وسالمي 41 درجة مئوية، مناطق الشمالية أو المناطق الساحلية والجزر الكويتية متفاوتة ما بين 35 إلى 44 درجة مئوية. استمرار في الرياح الشمالية الغربية تتحول رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة خاصة على المناطق الساحلية والجزر الكويتية، مما يساهم في ارتفاع نسبي في نسبة الرطوبة خاصة في المناطق الساحلية وكذلك الجزر الكويتية. أما بالنسبة للأجواء البحرية المتوقعة أعزائي المشاهدين خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية، متوقع تراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:05، موعد شروق الشمس الساعة 5:26، موعد أذان المغرب الساعة 6:08. بالنسبة للطقس المتوقع للأربع أيام والخمس أيام القادمة بمشيئة الله، أجواء حارة في النهار، متوقع تراوح درجات الحرارة ما بين 43 إلى 44 درجة مئوية. أما درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية في مدينة الكويت، ولكن بعض المناطق الشمالية والغربية قد تقل إلى ما دون 27 درجة مئوية. استمرار في الرياح الشمالية الغربية يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء معتدلة السرعة بشكل عام، تتحول متقلبة الاتجاه إلى رياح جنوبية شرقية ابتداء من يوم الخميس وتستمر عطلة نهاية هذا الأسبوع، قد تؤدي إلى زيادة وارتفاع نسبة الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية من البلاد. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة وإلى أن نلقاكم في أمان الله.